قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن اور روحانی دعائیں سننے کے لیے ہمارے چینل قاری محمد کاشف کو فالو کریں اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.